وللحديث عن الأزمة السياسية في العراق والصراع بين شركاء العملية السياسية واحتمالات قبول الصدر الوساطات للعودة إلى البرلمان، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بك وبمشاهديكم. دكتور، ماذا يعني، حياكم الله، ماذا يعني قبول الصدر وساطة الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الأزمة مع الإطار التنسيقي بعد كل ما جرى بين الطرفين من صراع وصل إلى حد إراقة الدماء؟ أعتقد أن هناك شروط أملاها الصدر عليهم، وهذه الشروط لم يوافق عليها أحد منهم، ومنها حل البرلمان وعدم إجراء جلسة لترشيح محمد الشياع السوداني، لأنه يعرف جيدا أن محمد الشياع السوداني شخص غير مرغوب فيه، وهو ممثل لقائمة المالكي. وبالتالي أن الصدر يفكر جيدا بأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يسير، لكن هناك ضغوط تمارس ضده من قبل الأكراد والسيادة من أجل التوفيق، وباعتقادي أنه لم يتوصلوا على أي نتيجة ممكن أن تجمع الأطراف المعنية في هذا الصدد. لكن السؤال، لماذا يتجه الصدر إلى هذه اللقاءات؟ ألم يعتزل العمل السياسي كما قال وأرسل رسائل عن البحث، يعني قبل ذلك رسائل واضحة في هذا الاتجاه؟ باعتقادي أن هذا الاعتزال هو شكلي، لأنه لا زال يقود تياره وكذلك ميليشياته اللي موجودة ضمن الحشد الشعبي، وبالتالي هو يناور مناورة من أجل كسب أكبر عدد ممكن من جماهير العراق لكي يأخذ منهم الموافقة على المطالب التي هو يريدها، ولكن هيهات أن الجماهير تريد مطالب أخرى بإنهاء العملية السياسية التي يجمع البعض على تدويرها مرة ثانية. نعم، هل تبدو هذه الفرصة أخيرة للصدر حتى لا يفقد حلفاء الأمس؟ باعتقادي أنه هؤلاء الحلفاء كل منهم لديه ما يريده، فالأكراد دائما يفكرون في مسألة الانفصال وكذلك الحصول على غنائم من الشعب العراقي لاستثمارها في إقليمهم، وكذلك الحلبوسي والخنجر يريدون أن يبقوا على مؤهلاتهم في الحصول على مقاعد داخل البرلمان لإنجاز قضاياهم الشخصية الخاصة والحصول على المكاسب الاقتصادية التي ممكن أن تتوفر لهم جراء المشاركة الفعلية في مجلس النواب الذي يريدون أن يبقى هذا المجلس قائما. نعم. نعم دكتور، يعني ألا ترى بأن الصدر من خلال هذا الأداء السياسي يخيب أمال الشارع الذي توقع أن يكون الصدر قادرا بالفعل على يعني تلبية بعض المطالب السياسية؟ أنا باعتقادي أنه الشارع العراقي فهم اللعبة وفهم هذه الوجوه وماذا تريد، ولذلك ثوار تشرين لديهم برنامج، ممكن هذا البرنامج أن تظهر في تظاهراتهم التي ستحدث قريبا حسب اعتقادي، وهذه المظاهرات ستكون تلف أوسع الجماهير التي تريد أن تنهي العملية السياسية ولا تبقى العملية السياسية أي أثر. يريدون دستور للمواطنة، ويريدون عمليا أن تكون هناك مفوضية للانتخابات نزيهة
وليست على أساس المحاصصة القائمة حاليا. وحتى تشكيل قضاء نزيه يمكن له أن يقدم هؤلاء الذين اختالوا خيرة المناضلين في تشرين لأنهم مجرمين قتلة ويجب أن يحاسبوا أمام القضاء. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي من لندن الدكتور محمد جواد فارس.